نرجع لكلامنا، يعني ايه التحديات اللي امام مصر بعد الانتخابات الرئاسية؟ التحديات اللي امام مصر بعد الانتخابات الرئاسيه وهتبقى طبعا على امام الرئيس القادم ان شاء الله، انا شايفها اولى هذه التحديات، التحديات المحيطه، التحديات الوجوديه، التحديات الاقتصاديه هي اولويه ايضا، ولكن دي على العالم ككل، مصر جزء من كله، ولكن التحديات الاساسيه في وجهه نظري هي التحديات الوجودية، إن أساسا أبقى موجود ولا مش موجود، أبقى الدولة المصرية في الحدود اللي حواليها، عندي الشرق ملتهب، عندي الجنوب ملتهب، عندي الغرب ملتهب، عندي البحر في مطامع، وفي نفس الوقت في حاجات بتترجم الفترة دي. هو النهاردة لما الاقي في كمية إمدادات وتعزيزات لقوات أجنبية على القضية الفلسطينية بحجة القضية الفلسطينية، فلازم أعرف إن في ذريعة هنا الفترة الجاية محتاجة فطنة ووعي من الشعب المصري خلف قيادته السياسية القادمة. فبالتالي أنا التحديات اللي شايفها التحديات وجودية، التحديات الاقتصادية هي مشاكل، لكن عندي أزمة، عندي أزمة وجود للدولة المصرية، فعشان كده الشعب المصري تفطن ليها، عشان كده الشعب المصري استنهض الهمم بداخله، الشباب استنهضت الهمم وشفنا المشاركة داخل اللجان. فبالتالي أهم التحديات التحديات الوجودية، ثم التحديات الاقتصادية، ثم تأتي بعدها العديد والعديد من المشاكل والأزمات اللي حقيقة ما بتنتهيش، والإرث كان إرث صعب جدا جدا، وحتى في الحوار الوطني أنا تجاوزت حوالي 120 قضية، قضية مشكلة قاتلة، ودي اللي بتناقش في الحوار الوطني والاستماع إلى كافة الآراء، وبالتالي مخرجات بقى الحوار الوطني ستكون أيضا اهتمامات الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية. ست نائب، يعني دايما كنا بنسمع جملة لازم الشباب يتمكن، هل بعد ما تحقق ده كيف أثر على الانتخابات؟ صناعة الأمل. صناعة الأمل، انت كان زمان ان حتة ان الشاب بداية كده الشاب كان بيبتدي من 45 فما فوق، يعني كان في انا شفت ده، يعني انا عاصرت ده وعاصرت ده، الشاب كان يبتدي 45 فما فوق، فبالتالي انا النهارده عندي ايه؟ عندي نوع من انواع التمكين، فادى الامل للاجيال الجديده، ادى الامل ان النهارده الشباب عندي بقى عنده فرصه اما بيشتغل اما بيسعى بقى عنده فرصه ان هو ينول الطموح بتاعه ويخدم بلده في شتى المجالات. الدوله المصريه فاتحه اذرعها للجميع، النهارده الشباب المصري هو المكون الرئيسي للدولة المصرية. الدولة المصرية دولة ديناميكية، دولة حركية. النهارده عندي اللي مش عند دول متقدمة كتير، أنا دولة شاب، غيري في دول عجوزة. فبالتالي أنا النهارده بقى بيستوردوا من عندي العمالة، فعشان كده حتى في البرلمان عندنا اشتغلنا على القضية دي واتكلمنا برضو فيها داخل الحوار الوطني، بحيث في الاخر خالص انا النهارده عاوز اعداد، عاوز سوق العمل ما يطلعليش شهادات وخلاص، لا انا عاوز السوق الاكاديمي ما يطلعليش شهادات وخلاص، ما استفادش بيها في سوق العمل، عاوز المخرجات العلميه بتاعت ابحاث التخرج، رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه تتربط بالتطبيق. عندي في الفترة الجاية دولة ديناميكية تليق بشبابها وتليق بعظمة الشعب ده وتليق بتاريخها وتليق بحجم زي ما قلنا التحديات الوجودية اللي محتاجة فعلا وعي وفطنة. لو أنا ما عنديش الوعي والفطنة وما عنديش الشغل، طبيعي جدا مش هيبقى عندي دولة أقدر أرتكز عليها، وده هتبقى برضو أحد أهم الأولويات للرئيس القادم.